شرح صدور المسلمين وثبتهم على الحق المبين وأعانهم فكان لهم خير معين وحماهم من إبليس اللعين ومن شياطين الإنس والجن أجمعين. والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين رسول ذي الجلال والإكرام الذي بعث رحمة للعالمين ودليلا للحائرين ونبراسا للمتقين دعا إلى الله بصدق حتى أتاه اليقين فكان صبره معونة للسالكين وكان ثباته نبراسا وثباتا للمؤمنين. أما بعد أيها المسلمون أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أيها الإخوة الأفاضل معاشر المسلمين أبتدئ حديثي معكم في هذا المقام الكريم بسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبو حفص فاروق هذه الأمة. وجه أبو حفص جيشا إلى الروم وفيهم عبد الله بن حذافة السهمي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنصره الروم وذهبوا به إلى ملكهم وقالوا إن هذا من أصحاب محمد. فقال له الطاغية هل لك أن تتنصر وأشركك في ملكي؟ فقال عبد الله بن حذافة لو أعطيتني جميع ما تملك على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. قال إذا أقتلك. قال أنت وذاك. فقال فأمر به فصلب ودعي الرماة فقال لهم ارموا قريبا من رجليه وهو يعرض عليه أن يفارق دينه وجماعة المسلمين. فأبى ابن حذافة ثم أمر به فأنزل ثم دعا الطاغية بقدر عظيمة فصب فيه الماء ثم أمر بالحطب
حينما ثبت ثباتا
شيء
Oh,
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك